السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم أتوقع إن شاء الله حتحم جميع الباحثين تفيدهم هاي المحاضرة، خاصة اللي هم ضمن الووتر ريسورس. راح نتكلم اليوم عن الموديلات الهيدرولوجي، الهيدرولوجيك موديلز. أنا اليوم أريد أشتغل أي كيس استدي anything، شنو الحالة اللي راح أناقشها، فأحتاج ممكن برنامج هيدرولوجي. أنا على أي أساس أحدد إنه هذا البرنامج الهيدرولوجي اللي أحتاجه وهذا اللي أشتغل عليه؟ هل هو فقط إنه يكون اعتباطاً أم هناك مثلاً برنسبل تحكمني بالموضوع؟ فهاي الموضوع الهيدرولوجيكال موديل تقريباً راح نتناوله بمحاضرتين أو بثلاث محاضرات، يعني نسميها سلسلة. فاليوم هاي المحاضرة الأولى ضمن سلسلة الهيدرولوجيكال موديل، لنفهم بها فلسفة الموديلات الهيدرولوجية بالأحرى. الموديلات كلها بصورة عامة، الموديلات تتقسم ستوكاستيك القائمة على الأساس العشوائي وديترمينستيك القائمة على الأساس الحتمي. فنجي، لكن أنا هنا بما أنه أتكلم عن الهيدرولوجيكال موديل، فأما ستوكاستيك بيست أو فيزيكالي ديترمينستيك بيست. نجي على النوع الأول شنو معناه والنوع الثاني شنو معناه. الستوكاستيك العشوائي يستخدم الماثماتيكال كونسبت، المفاهيم الرياضية والأساسيات الخاصة بالستاتستيكال، مثل ما النيورال نتورك، الشبكات العصبية. صراحة أنا عمليا ما مشتغلة بإيدي بالشبكات العصبية، لكن نقدر أن نقول أحد يعني البرامج اللي تقام على أساس الستوكاستيك بيس هو النيورال نتورك اللي يستخدمون بها الشبكات العصبية. لكن المتعارف عليه بكثرة هو الريجريشن أناليس، تحليل الانحدار، أيضا يصنف ضمن الستوكاستيك أو الأساس العشوائي، لأنه عمليات رياضية بسيطة دائما تكون المعادلات بيه ممكن خطية أو نون لينير لكنها من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. هذا الغرض من عدة علم يستخدم الستوكاستيك موديل، يستخدم حتى يسوي لي فوركاست، تنبؤ بالووتر ريسورس، تمام؟ لكن عند النوع الثاني هو المفصل والمعقد اللي هو الديترمينستيك. هذا الديترمينستيك يعتبرونه كومبلكس فيزيكال، يعني موديل فيزيائي معقد. ليش؟ لأن الثيوري النظريات أثبتت إنه هو يحتاج large amount of input، كميات أو معلومات كبيرة من المدخلات data and computational time، ويحتاج إلى وقت تكراري أيضا لإتمام المهمة. يعني مو فقط هاي البرامج شوية وقت التنفيذ إلها أقل، لكن هاي لا. وأيضا التنويه الثاني على الديترمينستيك يستخدم النون لينير بارشال ديفرنشال إكويجن، ويستخدم أو ممكن الفاينايت إليمنت ميثود، يعني حسب أكو يستخدم الانتجرال، يعني عدة مفاهيم رياضية تحكم هذا الموضوع. المن يستخدمون هذا الديترمينستيك يستخدمونه حتى يسوون سيموليت المن للكومبليت رانوف، الجريان السطحي أو إيجاد تأثير الأراضي. بالمناسبة أنا دا أحكي هذا الموضوع الديترمينستيك والستوكاستيك من الناحية الهيدرولوجية فقط، مو أحد يجي يسألني ويقول لي طبق فقط بكذا. آني نوهت ببداية الفيديو أن موضوع عنوان هذه السلسلة التعليمية هي الهيدرولوجيكال موديل، فندرس تأثير اللاند مانجمنت، اللاند كفر، لاند يوز، الفلاد، الفيضانات، السيدمنت ترانسبورت، الوذر، تأثيرات الأنواع الجوية سواء كانت بالحالة الستدي أو الانستدي ستيت. نجي الفيزيكال اللي هو الديترمينستيك، يتقسم ثلاث أنواع. النوع الأول احنا نسميه اللمب المتجمع والديستريبيوت والسيم ديستريبيوت، إن شاء الله راح نتناوله ضمن السلسلة الثانية اللي هي بالموضوع الهيدرولوجيكال موديل. فأهم شيء شنو ننتبه له هسه راح نجي، الستوكاستيك كيف نستخدمه، الديترمينستيك كيف نستخدمه، أنواع الديترمينستيك كيف نستخدمهم. حتى على هذا الأساس أنا أقدر أصنف الموديل الهيدرولوجي اللي استخدمته لأساس فلسفي، مو فقط إنه أنا أريد أحسب تصريف أروح على كذا برنامج. لازم أعرف أنا هذا البرنامج أو هذا الأساس شنو هي مدخلاته، يتحكم بعدة أكو عوامل ديبندت وإنديبندت، مثلاً الكاتشمنت هل هي لارج أو سمول، نوع الفلاد، نوع الجريان، أكو مدخلات ثانية أو لا، تأثير الوقت أكو إلى تأثير، يعني عدة أمور
هل هي الحالة دي تدرسها أن تستدي أو أن استدي؟ فعلى هذا الأساس الديتربنستك يتقسم بثلاث أنواع مثل ما قلنا، لم وديستربيوت وسيمي ديستربيوت. إن شاء الله راح نتناوله بالحلقة الثانية ضمن سلسلة الهيدرولوجيكال موديل. وإذا أي سؤال أو استفسار ضمن هذه الحلقة أو هذا الفيديو تقدرون تراسلونا على القناة أو ضمن الكومنت. ألتقيكم بالفيديو الثاني، دمتم بأمان الله وحفظه.